أهلا بكم. من المناطق في الجسم التي لا يعرف عنها الكثيرون معلومات دقيقة، يتأخر الكثيرون في الذهاب إلى الاستشارة الطبية المتعلقة بها، ويرعب الكثيرون في أي مرض أو في أي ذكر لها عندما تتعلق بأمراض خبيثة، البروستاتا. البروستاتا محدش كتير يعرف عنها حاجة، كتير من الرجال مش مذاكر فين موقعها، مش عارف اعراضها فين. البروستاتا من ناحيه تشريحيه يا جماعه لازم تعرفوا موقعها، لازم تعرفوا مكانها بشكل تفصيلي. طبعا الجهاز البولي احنا عارفين الكلى وعارفين الحالب وعارفين المثانه، تمام. انزل بقى كمان وادخل بالظبط، ده مكانها تحت المثانه. البروستاتا تقع تحت المثانه مباشره، والمسألة البولية لها علاقة طبعا بالبروستاتا، لأنه ويقع خلف البروستاتا الركتم، اللي هو الركتم اللي هو المستقيم، ويخرج من البروستاتا من عمق البروستاتا. وطبعا في عضلات مهمة جدا تلعب دور مهم تحت البروستاتا. البروستاتا هذه الغدة الغريبة اللي مشاكلها قد تكون مثيرة جدا للاستغراب، وايضا اعراضها يعني اعراض مزعجه للغايه. هي غده مرضيه، او عندما تمرض ويحدث فيها مرض تضخم ورم، اعراض مزعجه للغايه قد تصل الى الفشل الكلوي. الورم فيها مشكله، لانه كان زمان اورام البروستاتا دي كانت بتقلق جدا جدا المرضى، وكان المرضى بيترعبوا منها بشكل كبير، وكان يتأخر احيانا ان المريض طبعا بسبب ان الاعراض فيك بالنسبه له، هو عنده شويه احتباس في البول، عنده مش عارف ايه، بيروح الحمام كتير، بتتلخبط اعراض تضخم البروستاتا مع اعراض سرطان البروستاتا. كلمه سرطان البروستاتا كلمه مرعبه لاي رجل، وخصوصا عندما يكون هناك تاريخ عائلي في الاسره باورام البروستاتا. لان الرجال اللي مذاكرين شويه معلومات طبيه عارفين انه سرطان البروستاتا في نسبه او يعني الجينات والوراثه فيه تلعب دور كبير. طب اللي يبقى الاكتشاف مبكر، يبقى لازم نكتشف مبكرا، والاكتشاف المبكر ده علم مهم جدا في الطب. النهارده اكيد هنمر بيه، النهارده في واحده من اهم حلقاتنا على الاطلاق، لانها بتتعلق بحاله مرضيه خطيره على الحياه، endanger patient life، ممكن تكون مميتة لكن ممكن تعدي ولا أي حاجة. ضيفي هو أستاذنا الأستاذ الدكتور حسن شاكر. نقدر نقول في 20 سنة الأخيرة تم استبدال كثير جدا من العمليات الجراحية بمناظير البطن. المناظير لأنها كيان مرتبط بالتكنولوجيا، مرتبط بالهندسة الطبية، فتطورت تطور كبير جدا. ابتدى يبقى التكنولوجيا تقدر ان احنا تخلينا نعمل عمليات مماثله للعمليات الجراحيه ومضاعفات اقل. كلمه الذكيه هي مناظير فيها مرونه، فيها تكنولوجيا عاليه، ادت الى ان المناظير فعلا بقت اكثر قدره، اسهل على الجراح، اسهل على المريض، قللت فقدان الدم. المسالك الناس ما تعرفش تترجم أعراضها، ولذلك المناظير أفادت جدا في اكتشاف كثير من حلول لمشاكل عديدة في المسالك البولية. مصر من أكثر بلاد العالم في التقدم في جراحات المسالك البولية. الأستاذ الدكتور حسن سيد شاكر، أستاذ جراحة المسالك البولية جامعة عين شمس، زميل جامعة تورونتو وماكجيل بكندا، عضو جمعيات جراحة المسالك البولية الأمريكية والأوروبية، عضو جمعية التحكم البولي الدولية. بس دكتور
دكتور حسن الشاكر استاذ جراحات المسالك البوليه بكليه الطب جامعه عين شمس، زميل جامعه تورنتو وماكيلبي كندا، وعضو جمعيات جراحات المسالك البوليه الامريكيه والاوروبيه، الرائد الكبير في عالم المسالك. اهلا بك يا استاذ. اهلا وسهلا بك. الحقيقه انا عايز ابدا الاول بالموضوع المخيف، يعني اورام البروستاتا الخبيثه، هل هي منتشره؟ هل هي مبكره السن ولا متاخره السن؟ هل لازم نقلق منها قوي كده زي ما احنا قلقانين من اول الحلقه كده؟ انا نفسي قلقان، فعايزين نفهم البروستاتا. اورام البروستاتا الخبيثه هي اكثر الاورام انتشارا في الرجال، اكثر الاورام الخبيثه انتشارا في الرجال، او خلينا نقول لان في بعض البلاد زينا ما هيش اكثر الاورام الخبيثه، هي من اكثر الاورام الخبيثه انتشارا في الرجال. وبقى في التوجه ان اورام البروستاتا الخبيثه في بلاد زينا كان بالنسبه لنا زمان قليله، ابتدى يبقى في توجه انها بتزيد. احنا مش عارفين ليه هي بتزيد عندنا في بلد زينا او في المنطقه بتاعتنا، بس قد يكون بسبب تغير طبيعه الحياه. العالم الغربي من زمان جدا وهو عنده انتشار شديد جدا في اورام البروستاتا. في مصر كان بالنسبه لنا اورام البروستاتا قليله، لكن في اخر 10 سنين قد يكون بسبب تغير الستايل بتاع حياتنا ابتدت تنتشر بطريقة كبيرة. هي بتحصل في سن فوق سن الخمسين سنة عادة، قليل جدا ما تحصل قبل سن الخمسين سنة في الأربعينات، لكن مع تقدم السن كل ما بتقدم السن كل ما نسبتها بتزيد. كثير جدا من الأورام دهيت بتعدي في حياة البني آدم وهي موجودة جواه من غير ما يعرف بوجودها، والمريض يعيش حياته كلها ويتوفى من شيء آخر وجواه ورم بروستاتا. وفي كثير جدا من الأحيان بتبقى نوع شديد النشاط ويظهر جدا في خلال سنة سنتين. فحدوثها طبعا ابتدى يبقى مقلق بسبب زيادة نسبته، وطبعا زي ما احنا قلنا بندور دايما عليه بعد سن 50 سنة. عايز يعني بتبقى لكلاسيكياتنا احنا في الانترنال ميديسين اسال حضرتك عن الاسباب، يعني هل في حاجه الراجل بيعملها؟ هل هي المساله وراثيه بحته؟ كلام يعني طبي شويه يخص البطنه اكتر من الجراحه. هو احنا ما نعرفش حتى هذه اللحظه ايه اللي بيسبب اورام البروستاتا، ما نعرفش كمان مسببات ليه، يعني مثلا اورام المثانه احنا عارفين مثلا التلوث التدخين بسبب اوران المثانه، لكن البروستاتا ما نعرفش الكلام ده. لكن نعرف انه طبيعه الحياه او الستايل بتاع الحياه مؤثر جدا. يعني مثلا في العالم الغربي زي ما انا قلت عندهم نسبه الاصابه بسرطان البروستاتا اكتر كتير جدا من الشرق الاوسط. فري سيكشوال لايف ما اقدرش، احنا مش عارفين الصراحه. لكن مثلا يعني اليابانيين مثلا عندهم تقريبا الورم دوت يكاد يكون منعدم. اليابانيين اللي هاجروا لامريكا جالهم جدا، فهو اكيد هو مرتبط بطريقه المعيشه. احنا في مصر لان احنا ابتدت في اخر 20 سنه ابتدينا نتشبه جدا بالغرب في طريقه معاشتنا، فابتدت يحصل ان عدد الاورام دي تزيد. فاحنا حقيقه ما نعرفش ايه المسببات، لكن نعرف ان هو ستايل الحياه بيأثر جدا في حدوثه. الوراثه ليها دور؟ احنا ما شفناش الوراثه ليها دور غير في الناس الافارقه اللي هاجروا امريكا. يعني الافارقه اللي هاجروا امريكا لقينا ان أورام البروستاتا الخبيثة منتشرة في عائلات. فمعنى كده إن أكيد ليه تأثير، إن في تغييرات جينية بتحصل، إن في تأثير وراثي، لكن ما هوش واضح جدا بالنسبة لنا مثلا في مصر أو في بلاد أخرى كتيرة أو في مثلا الجنس القوقازي. فهو يعني ما أقدرش أقول 100% لو حد والده حصل له يبقى هيحصل له، لكن هو على الأقل اللي هم الأفارقة اللي هاجروا أمريكا هو دوت اللي بيحصل لهم الكلام ده. في واحدة من أهم نقاط الحلقة النهاردة لأنه دي تهمنا جدا، إزاي نكتشف أورام البروستاتا بشكل مبكر؟ الصراحة ده سؤال مهم جدا، وللأسف الإجابة عليه هتحبط ناس كتير جدا. أورام البروستاتا الخبيثة ملهاش أي أعراض، يعني الناس اللي هي بتتكلم عن البول بيبقى ضعيف، بيقوم النوم كتير بالليل، التقطع في البول ده ملهوش علاقة بأورام البروستاتا الخبيثة، ده ليه علاقة بالتضخم الحميد البروستاتا اللي بيحصل في نفس السن وملهوش علاقة بأورام البروستاتا الخبيثة.
بقول تاني وبكررها، أورام البروستاتا الخبيثة ملهاش أي أعراض إلا لما تتقدم جدا. طب نعرفها إزاي؟ بالفحص الدوري. الفحص الدوري عند الدكتور مفروض احنا بعد سن 50 سنة لازم من ضمن الفحص الدوري ان الدكتور يروح مرة كل المريض يروح مرة كل سنة للدكتور. الدكتور بيطلب له حاجة من دلالات الأورام اللي هي اسمها PSA. PSA ده هي بتقول لنا إذا كان المريض ده محتاج حاجة أكتر من كده ولا لأ، أكتر من مجرد دلالات الأورام دي ولا لأ. لو PSA طلع مرتفع كنا زمان وحتى هذه اللحظه كثير جدا من زماننا لسه بيعملوا الحكايه دي، بي اس اي مرتفع معناها تروح تاخد عينات من البروستاتا. للاسف الكلام ده هو تغير جدا. الجهاز اللي فات ده هو ده كان جهاز رنين مغناطيسي. الرنين المغناطيسي دلوقتي بقينا بنستخدمه استخدام كثير جدا وبقوه في تشخيص اورام البروستاتا مبكرا. يعني مش اي واحد البي اس اي بتاعه مرتفع اخد له عينات، لا ده انا بروح بعمله الاول رنين مغناطيسي، ونوع معين جدا من انواع الرنين المغناطيسي اللي هو اسمه مالتي بارامتريك ام ار اي، وللاسف انتشاره محدود جدا لانه هو محتاج خبرات طويله جدا من زمان لدكاتره الاشعه. عدد الناس اللي في مصر اللي بيعرفوا يورو كويس قليلين جدا، وفي العالم كله مش في مصر بس. بعد كده هوت بقينا المريض اللي هو بيتشخص او الام ار اي بيقول لي اه والله ده فيه هنا هوت في بؤره لازم تخاف منها، بنبتدي ناخد له عينات. كان زمان العينات دي عشوائيه، دلوقتي بالجهاز اللي احنا شايفينه ده جهاز الترا ساوند او جهاز موجات فوق صوتيه، بس الجهاز ده هو فيه حاجه اسمها اندماج الموجات الفوق صوتيه مع الرنين المغناطيسي. يعني باخد السي دي بتاع الرنين المغناطيسي بحطه على الجهاز ده، فلما دكتور الالترا ساوند يشتغل الجهاز بيقول له خد عينه من الحته دي. ورم البروستاتا ده بيبقى جزء صغير جدا من البروستاتا، يعني لو الاوضه ديت كلها اعتبرناها البروستاتا، ورم البروستاتا ممكن يبقى قد الكوبايه دهيت. فلو انا اخدت عينات عشوائيه ممكن المريض جدا يكون عنده ورم خبيث وانا ما عرفتش اجيبه. بالتقنيه الحديثه دهيت خلتني اقدر اخد العينات. فبعد ما بشوف الكلام دهوت الجهاز ده بيدمج الصورتين على بعض يحطهم فوق بعض، فدكتور الالترا ساوند بيقدر يقول انا هاخد من الحته دي بالظبط. وبقى نسبة التشخيص بدل ما كانت 10-12% بقت 90%. يعني دي الصورة وهي مدمجة. لو بصينا على الـ الصورة اللي تحت اليمين دي بتقول له بالظبط ياخد خد من الحتة دي في الحتة دي بالظبط. هتلاقي كمان معلم له في الصورتين اللي هم على الشمال هي دي المنطقة اللي انت خايف منها، هي دي المنطقة اللي انت تشوفها. المنطقة دي هي ما كانتش تبان في الالترا ساوند لوحده عشان كنا بناخد عينات عشوائيه، دلوقتي لما بندمج الصورتين مع بعض بيقول لنا المنطقه دي هي بالظبط وبيعلمها بدقه شديده جدا، وشوف الابره وهي داخله بتاخد العينه من المنطقه بالظبط. عشان كده هوت بقى الناس بدل ما ناخد عينات ونقول انت ما فاكش حاجه والراجل يفضل البي اس اي بتاعه يعلى ونجيبه تاني ناخد له عينات تالت ورابع وخامس وانا قلقان من الحكايه دي، لا دلوقتي بجيبه مره واحده بناخد العينات بتبقى نسبه التشخيص عاليه جدا. عظيم. يبقى احنا مش فهمنا دلوقتي البي اس اي ده اول خطوه، بعد كده الام ار اي، بعد كده نعمل الجهاز الذي يدمج الام ار اي للرنين المغناطيسي بالالترا ساوند الذي يحدد بدقه انا داخل اخد العينه منين بالظبط. دي حاجه رائعه موجود عندنا. موجود عندنا ما شاء الله. لا دي حاجه عظيمه جدا. طيب ايه الاساليب الحديثه دلوقتي في العلاج؟ اللي حصل ده هوت في الالترا ساوند والام ار اي او اللي هو الرنين المغناطيسي غير مفاهيم العلاج تماما. احنا كان عندنا كل العيانين دهومات كنا كلهم لازم نعملهم استئصال جذري للبروستاتا لو كان الورم لسه في البروستاتا، لو كان منتشر في جسمه نعمله علاج هرموني او علاج هرموني مع اشعاعي حسب او في مراحل متاخره او علاج كيماوي. لا دلوقتي بقى الموضوع غير كده، نفهم ان اورام البروستاتا دي مش لازم تبقى في البروستاتا كلها، دي ممكن تبقى في بؤره واحده. فعشان كده هوت ابتدينا نفكر تفكيرات مختلفه. طب لو هي بؤره صغيره، لو بؤره قد الكوبايه دي في الاوضه دي كلها، انا احرق الاوضه كلها ليه او اكسر الاوضه كلها ليه؟ ما احرق الحته دي بس. فابتدى يطلع علاجات جديده، حاجه اسمها العلاج البؤري او العلاج الموضعي، ان المنطقه دي بس هي اللي خلص عليها. وهو ده هو بيعتمد جدا على اللي احنا شفناه في الصوره قبل كده. العلاج الموضعي او البؤري ده هو الكرتون ده بيوريك ان هو بيتم بالدمج ما بين الصورتين في العيان من غير ما خالص لا افتح ولا اعمل اي حاجه خالص. ده هو انا شايف البروستاتا كويس جدا، ده اللي هو جهاز الالترا ساوند وهو داخل عن طريق الشرج بيشوف البروستاتا بيقول له بالظبط ياخد العينات منين،
او اسف بيقول له عالج انهي حته بالظبط، معتمد على العينات قبل كده في اللي عليها السهم دوت اللي في الحته اليمين دي اللي هو الليزر، وهو داخل في الحته المعينه دي بالظبط عشان يخلص عليها. طبعا دي العلاج في اوضه العمليات، المريض لا فيه فتح ولا اي حاجه خالص، الجهاز احنا حددنا مكان البؤره بالظبط، هتلاقي فيه كده اللي هو الجهاز بتاع الالترا ساوند اللي بيعمل الدمج على ايدك الشمال، ودي عباره عن نوع الاجهزه وهي داخله على الورم بالذات تخلص عليه وتحرقه تماما او تفنيه تماما. دي الصور اللي احنا بنشوفها بعد ما حصل الدمج ما بين الالترا ساوند والفيوجن او الام ار اي او اللي هو الرنين المغناطيسي، ودي الاماكن اللي انا بعالج فيها بالظبط، يعني هي دي الحته اللي هشتغل فيها، ودي الحته اللي احط فيها الليزر بتاعي او الراديو فريكونسي او الحاجه اللي انا بستخدمها عشان اخلص الحته دي بالظبط، ما بوصل البروستاتا كلها، ما عيرتش عيان لعمليه كبيره جدا طالما ان العيان عنده بؤره واحده، فالبؤره ده هي بقى اقدر ان انا اخلص عليها. زي ما انت شايف اوضه العمليات رغم ان هي عمليه بسيطه جدا، العيان بيخرج في نفس اليوم، يوميا بالليل بيبقى قاعد في بيته، ولكن التجهيزات بتاعتها مرتفعه جدا، التجهيزات دي عشان اقدر اوصل للبؤره دي وما غلطش واسيب بؤره تانية، او ما غلطش ان انا اعالج حته مختلفه خالص. لوكاليزيشن يعني ده العلاج الذكي ده، هو مش يعني ده علاج، هو اسمه علاج البؤري لكن جاي من بؤره يعني. أيوة. لكن انا شايفه ان هو زي يعني الاصدق عليه تعالى العلاج الذكي. صحيح. يعني ده ذكي جدا، بيدخل على المكان اللي فيه الورم بالظبط كده. هو بياخد البؤره دي بالذات، يعني زي ما احنا شايفين هنا اهوت دلوقتي، هنلاقيه هو دمج الصورتين، بعدين دخل اهو بالمكان، حط الليزر بالظبط في المكان اللي هيشتغل فيه، اللي هو معلمه من الاول عشان يخلص عليه خالص. وابتدى يبقى فيه دراسات كثيره جدا وتوري ان دي نسبه الشفاء من المرض مقابله جدا للاستئصال الجذري للبروستاتا، طالما ان الورم لسه ورم في بؤره واحده او بؤرتين مثلا، او على الاقل مثلا مش واخد اكتر من نص فص من البروستاتا، فاقدر اشيل نص الفص ده كله. فالصراحه سهلت جدا على المريض، سهلت جدا على الطبيب في العلاج. بالمقارنه المريض ده هو بيعمل اللي هو العمليه ديت، بيخرج بالليل في نفس تاني يوم ينزل شغله عادي خالص. لكن كان دايما يجي لنا السؤال في مخنا، طب افرض الورم رجع تاني، افرض بعد شويه اكتشفت بؤره تاني، اعيد العلاج تاني، اعيد نفس السيكونس من الاول، ابتدي برضك بالرنين المغناطيسي، ادمجه مع الالترا ساوند، اخد العينات اتاكد ان دي، واروح اعمل العلاج دوت. فبقى ممكن المريض يعيد العلاج ده مرتين ثلاثه في حياته طالما ان هو لسه بؤره واحده. هذا الاسلوب العلاج الرائع جدا، بس يعني هيستفيد جدا منه المريض الذي يستمع لينا، اللي يتعلم الثقافة دي ويطبقها على نفسه. ما هي المسألة تبدأ عند المريض، بما انه الأعراض ما فيش لازم هو يتحرك في الأول يعمل البي اس اي، صح كده؟ صحيح. يعني دي أهم بقى، ده الكيك اوف بتاع الحركة، ده اللي احنا خلاص هنلعب رمية البداية، ان انا ادور على البي اس اي. صح؟ صحيح. مين الأورام اللي ممكن ما يصلحلهاش هذا التقنية؟ هو ورم البروستاتا زي ما اتفقنا انه هو مش لازم يبقى بؤره، يعني هو اولا خلينا نبتدي ان دلوقتي احنا حديثا ابتدينا في اخر 5 سنين نقسم ورم البروستاتا. ورم البروستاتا دي مش كلها مهمه، زي ما احنا اتفقنا ان في عينين بتعيش وتموت من اسباب اخرى وهو عنده ورم في البروستاتا ولا يعرف عنه حاجه. ده حقيقه اغلب الناس كده، لدرجه ان كان في دراسه قديمه لقيت ان حوالي 50% من الناس اللي عدوا سن ال 80 سنه عندهم اورام خبيثه في البروستاتا. ده في دراسه راحت لابعد من كده كمان، ان اللي هيعيش اكتر من كده يعني اصابته باورام البروستاتا ممكن تصل ل 60-70%. طب الله ما بيحصلهمش حاجه ليه؟ معنى كده ان اغلب اورام البروستاتا ما هياش اورام مهمه. كنا زمان من كلمة مهمة عشان الناس تفهمها، يعني ايه كلمة هذا الورم رغم ان ورم خميس مش مهم؟ مش مهم لانه هو مش هيعمله اي حاجة، وعادة الانسان ده هيعيش حياته عادي خالص، هيتوفر ولا هينتشر ولا ولا يعمل اي حاجة، هيفضل في مكانه كده ونحن ما نعرفش عنه حاجة. لما احنا كان عندنا في الثمانينات والتسعينات نوع من انواع الفورة ان احنا في اكتشاف اورام البروستاتا، بقينا بنعمل كمية عمليات مهولة جدا من استئصال جذري للبروستاتا،
واكتشفنا بعد شويه الله تمام افرض العين ده عنده ورم اللي هو من اللي مش هيعمل له حاجه. ما ابتديناش نفهم طبيعه الاورام دي الا في اخر يمكن 10 سنين، انها مش كل اورام بروستاتا زي بعضيها، في اورام منها غير مهم فاسيبها كده وصاحبها ولا حتى اعمل لها العلاج البؤري. في اورام خلينا نقول بقى ايه يعني ابتدت تتشاع شويه فبنسميها لو ريسك او قليله الخطوره، دي اللي اعمل لها العلاج البؤري ده اللي احنا قلنا عليه. في اورام بقى بقت ميديوم ريسك او اللي هي متوسطه الخطوره. متوسطة الخطورة دي كلها مش حاجات ان احنا كل دكتور ليه رأي، لا ده هو في جداول، الجدول ده بيحط المريض في عديمة الخطورة، قليلة الخطورة، متوسطة الخطورة، شديدة الخطورة. متوسطة الخطورة دي بقى لا دي بقى اللي احنا ندخل فيها في الاستئصال الجذري للبروستاتا. اما بقى شديدة الخطورة فدي بقى لازم نستخدم لها كل حاجة عندنا، يعني اي حاجة في ايدينا وفي جيوبنا ومش عارف نستخدمها من العين ده، لان دي الاورام دي عايزه تخلص عليها، عايزه تخلص عليها. اغلب الاورام هي تقع في يعني قدام الحسن حظنا كلنا، اما عديمه الخطوره يا اما قليله الخطوره يا اما متوسطه الخطوره. الاورام اللي هي شديده الخطوره دي قليله قليله جدا. فمعنى كده ان اغلب المرضى هيتعالجوا يا اما ولا حاجه، مش هنعمل اي حاجه خالص، يا اما العلاج البؤري اللي احنا شفناه ده هو، يا اما الاستئصال الجذري للبروستاتا. الاستئصال الجذري للبروستاتا ده هو التطور جدا، بقى الموضوع سهل جدا دلوقتي، بقى بنعمله دلوقتي بمناظير البطن. ما بقاش بقى ان احنا نفتح بطن العيان ونعمله عمليه ضخمه جدا ويقعد المريض في المستشفى اسبوع 10 ايام، لا بقينا نعمل مناظير البطن. ومناظير البطن تطورت جدا في اخر 15 سنين، فخلت العمليه اسهل واسهل. مناظير البطن قفزت ب هذه العملية إلى منطقة آمنة جدا كمان. صحيح. يعني ده استكمال لحلقة سابقة عن مناظير البطن، يعني الجزء ده برضو مهم قوي لأنه هيورينا عظمة مناظير البطن في التعامل مع الاستئصال الجذري، جذري يعني كلي. صحيح. مناظير البطن حصلت فيها طفرة كبيرة جدا، يعني الطفرة دي ما حصلتش في يوم وليلة. مناظير البطن زي ما شايفين احنا ما بنفتحش بطن العين خالص، احنا كل الموضوع بنعمل فتحات صغيره جدا حوالي نص سنتي، 3 4 5 فتحات كل واحد نص سنتي، وبندخل عشان نشوف الاجهزه اللي جوه، وبنعمل نفس العمليه بتاعه الفتح الجراحي بس من غير ما نفتح خالص. ودي طبعا ليها تاثيرات ايجابيه جدا زي ما انتم شايفين في الصوره ديت، وزي ما شرحنا في حالات مناظير البطن ان ما بنفتحش بطن العين. عدم فتح بطن العين دي ليها تاثير ايجابي كويس جدا، ان بطن العين ما بتعرضش لهواء غرفة العمليات، ما بتعرضش للميكروبات، ما بيحصلش فتق جراحي، بيخلينا كمان الريكفري بتاع العين سريع جدا. في نفس اليوم يوم يتحرك، الاستشفاء سريع جدا جدا، يقعد يوم يومين في المستشفى ويخرج، ما عادش فيه الجرح الكبير، لا ما بقاش في الجروح ديت خلاص، ده جرح اوبن، ده جرح كبير، ده لكن اصبح الجرح حاجه تانية خالص، صغيره جدا. ما بقاش موجود الجروح الكبيره. مناظير البطن زي ما احنا قلنا قبل كده تطورت جدا، بقت فيها مناظير ثلاثيه الابعاد، بقى فيها الالات الروبوتيه، بقى فيها الـ يعني دي مثلا جروح مناظير البطن تكاد تكون غير مرئيه. مش بس كده، هو كمان عدم تعرض بطن العيان لجو غرفة العمليات ده بيخلي المريض يعني يتحسن بسرعة كبيرة جدا. كمان التكبير بتاع مناظير البطن ده بيخلي فيه دقة كبيرة جدا جدا في ان احنا نعمل عملية. احنا ازاي بنعمل العملية بتاعت استئصال الجذري البروستاتا؟ اول خطوة فيها ان احنا بنشيل الغدد الليمفاوية. شيل الغدد الليمفاوية دي حاجة مفروض انها صعبة، لا هنا سهلة جدا، احنا شايفين تكبير ضخم جدا، تكبير 10 15 مرة، بنشيل كل الغدد الليمفاوية دي بسهولة جدا من غير ما يحصل حاجة، وبعد كده بندخل على البروستاتا، زي ما انت شايف تكبير ضخم جدا، كأني قاعد في بطن العيان من جوه. مفيش فيها ان مثلا انا دي حاجة مش شايفها او حاجة بعملها عمياني او حاجة زي كده، النزيف فيها يكاد يكون منعدم او فقدان الدم قليل جدا، رغم ان المنطقة دي هي منطقة عميقة جدا في الحوض، ومن المناطق اللي هي صعب الوصول ليها، ومن المناطق اللي هي بيبقى فيها بيحدث فيها كثيرا جدا نزيف في العمليات التقليدية. زي ما شايفين احنا منشيلش البروستاتا بس، ده البروستاتا بالحويصلات المنوية بالأحبال المنوية
من غير ما بنكون شايفين يعني اللي ورانا المستقيم، بنشيل الامور، بنشيل الكلام ده بسهوله جدا، بنحافظ على الاعصاب بتاعه الانتصاب. ده كل ده بسبب دي نقطه مهمه جدا، لانه كان يعتقد انه استئصال البروستاتا الكامل هيؤدي الى عجز جنسي. صحيح. دلوقتي بقينا بنقدر نحافظ على الاعصاب بتاع الانتصاب طالما انها مش واصل لها الورم. بعد ما بنستأصل البروستاتا لازم بقى هنوصل المثانه بمجرى البول. هنا التكبير الكبير جدا، الالات اللي هي الروبوتيه ده هي تخلت الموضوع ده هو يبقى سهل جدا في عمايله. مش بس كده، دي خلت كمان انه المضاعفات اللي بتحصل من الحته دي هي زي الضيق اللي ممكن يحصل، زي ان يبقى فيه بول كتير يطلع. ده توصيل مجرى البول اللي احنا شفناه، مجرى البول. شلنا بقى خلاص البروستاتا، فلازم نوصل بقى المثانه بمجرى البول، عشان كانه تيوب واحده، كانه انبوبه واحده متصله. صحيح. لان خلاص ما احنا شلنا البروستاتا بالمحتوى اللي فيه بالزبط. فهي دي تقع البروستاتا، يمر منها مجرى البول. صحيح. فشلنا جزء من الانبوبه، فنوصل بقيه الانبوبه ببعض عشان يستمر التبول. صحيح. يعود الانسان للتبول بعد قد ايه؟ تبول طبيعي من يومين لثلاث اسابيع. لان كل بني ادم مختلف جدا جدا عن التاني في التئام بتاعه، فممكن بعد يومين اشيل القسطره والمريض يتبول خالص، وممكن لا يتاخر الموضوع لمده 3 اسابيع. هو طبعا بيبقى عايش عادي بالقسطره، يعني مفيش اي مشكله. بيخرج المستشفى بعدها بثلاث اربع ايام، في بعض الاحيان يومين، يعيش حياته خالص عادي خالص. في بعض الناس بتبقى القسطره ديت من تحت هدومهم مش باينه، يروح الشغل بتاعه يعيش حياته العاديه خالص من غير اي مشاكل خالص. طبعا الضغط اللي هو المرتفع في بطن اللي هنشتغل بغاز، فالضغط المرتفع دوت كمان بيخلي فقدان دم اقل واقل كمان، لانه بيضغط على الاوعيه الدمويه، فما يخليش يحصل اي نزيف في الموضوع ده. هو ده بالنسبه للناس اللي هم اللي عندهم الاورام موجوده داخل بروستاته ما خرجتش منها. في بعض الناس بيكون الاكتشاف الاورام دي متاخر شويه عن كده. طب هل ده معنى كده ان الامور بقت سيئه؟ لا خالص، احنا عندنا علاجات حديثه ممتازه جدا حتى لو الورم انتشر بره البروستاتا. عندنا علاجات سهله زي العلاج الهرموني، عندنا علاج اشعاعي لو ان الموضوع متطور شويه هنعمل علاج اشعاعي وهرموني. في بعض الاحيان حتى لو علاج اشعاعي وهرموني ما نفعش، عندنا علاج كيماوي، بس العلاج الكيماوي هنا في اورام بروستاتا اعراضه جانبيه اقل كتير جدا من العلاجات الكيماويه الاخرى في الجسم. فمعنى كده ان مهما كان المرحله اللي تم اكتشاف فيها ورم البروستاتا لعندنا امل، وعندنا الحمد لله تطور كبير جدا يوم عن يوم بيخلي ان في دايما امل في شفاء هذا المريض باذن الله. عشان نجمل للرجاله اللي اكيد بيتفرجوا النهارده، هذه الحاله ملهاش علاقه بالستات، البروستاتا لا توجد في الست. صحيح. فالرجال اللي بيتفرجوا علينا او زوجاتهم دلوقتي لو بيتفرجوا، عشان نجمل لهم النصائح الاساسيه حتى يفهموا الطريق، الجايد لاينز، الطريق واضح محطاته بين ازاي من اول بي سي اي لغايه انه ممكن جدا يكون في علاج هرموني. المحطات هي اجمالا بقى الملخص اللي احنا قلناه. هو احنا اول نصيحه لازم نقولها للرجال بعد سن 50 سنه، جزء من المتابعه اللي بتعملها سنويا او التشيك اب اللي بتعمله كل سنه اللي هو البي اس اي بتاعك. رغم احنا في وقت من الاوقات كنا بنقول ما تعملوش كده، هو لا دلوقتي رجعنا تاني لان بقينا نعرف نصنف الناس. بعد ما يعمل بي اس اي باذن الله دايما يطلع واطي، لو طلع اكثر من المعدل الطبيعي هنبتدي نفكر في الام ار اي. لو بعد ما الام ار اي، لو الام ار اي قال لنا ان في حاجه تقلينا، يبقى هنعمل اللي هو الدمج ما بين الالترا ساوند والام ار اي وناخد عينات. لا قدر الله طلعت ايجابيه، لو ورم في بؤره نقدر نخلص عليه بالليزر. لو ورم اكبر من بؤره يعني واخد جزء كبير من البروستاتا، نقدر نعمله الاستئصال الجذري بمنظير البطن. لو الورم منتشر عن كده هنفكر في علاج هرموني، يمكن معاه علاج اشعاعي. لو ده ما نفعش بنفكر في علاج كيميائي. الحقيقه شرف كبير لينا زيارتك، شرف كبير لينا فعلا، وشرف كبير للاعلام كله انه يخرج صوتك كرائد قدير واستاذ كبير في عالم المسالك الى الشعب العربي كله، لان احنا رواد في المسالك في المنطقه العربيه. يعني مصر اعتقد انه
في برانش المسالك اي حد بعيد عن المنافسه معنا، صح؟ صح بلا ادنى يعني غرور، احنا مش بس المسالك لا، يعني في برانشات كده محدش يقرب منها في احنا في المنطقه الشرق الاوسط بل في العالم، لانه عدد الحالات على فكره الموجوده في مصر عدد كبير جدا في العالم. فلما نقول ان جراحين المسالك المصريين من اقوى الجراحين في العالم، دي مش مجامله ولا ادعاء، ده العالم كله عارفه. احنا عدد الشغل بتاعنا ما شاء الله كتير، وده الجراحين المصريين يعني قوه شديده للغايه. وكمان عائله المسالك عائله تعليميه، يعني بيحبوا من اول بقى يعني الرواد الكبار مرورا لغايه وجود طبعا حضرتك احد الرواد، بس يعني اسماء رنانه حتى نسمعها احنا في عالم البطن. فانا متشكر جدا لزيارتك ضيف العزيز الاستاذ الدكتور حسن شاكر، استاذ جراحات المسالك البوليه بكليه الطب جامعه عين شمس وزميل جامعه تورنتو ماكيلبي، كانت عضو جامعه جراحات المسالك البوليه الامريكيه والاوروبيه والمؤسس لمستشفى شاكر طبعا المستشفى الشهير، كان ضيفي فيه الدكتور. خليكم دايما مع الدكتور.